مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بلين عربية، نزل عندنا التحديث الأسبوعي لتطبيق الإنستغرام، التحديث برقم 329. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة الصحيحة للتحديث، طلب أن تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس لايك الفيديو. مثل ما تعرفون أنه تطبيق الإنستغرام من التطبيقات اللي تحظر المحتوى السياسي، فإذا نشرت أي فيديو أو أي صورة أو أي تعليق للأسف حسابك حاليا دا ينحظر. مثل ما تشاهدون صارت عندنا ميزة أنه تقلل المحتوى السياسي اللي يوصل من التفاعل للأصدقاء. طبعا راح أشرح لكم إياها الآن. خلي ندخل من داخل التطبيق أشرح لكم طريقة التحديث وطريقة إيقاف أو تقليل أو إخفاء المحتوى السياسي. حتى نحدث تطبيق الإنستغرام في البداية ندخل على الأبل ستور وندخل بالأعلى وننزل الشاشة إلى أسفل، راح تنزل عندنا التحديثات النازلة ونزل عندي الإنستغرام. الإنستغرام التحديث رقمه 229، فقط كاتبين إصلاح الأخطاء وتحسين المظهر. قبل ما نحدث نروح على الإعدادات، ننزل على عام وننزل على تحديث البرنامج. طبعا التحديث رقم 1741، وبعدها راح نروح على مساحة التخزين. هذه المساحة الكلية مثل ما تشاهدون 128 المستخدم، 108 الفرق بيناتهم لازم يكون بين 20 وال 30 جيجا. طبعا هذه مساحة كلش عالية اللي أعمل إفراغ المحذوفة مؤخرا راح تنزل المساحة. بعد ما حذفت المحذوفة مؤخرا راح أنزل إلى الأسفل، راح تشاهدون عندي ببجي ما أستعملها حاليا أيضا أحذفها. طبعا شقد تقلل المساحة شقد تنزل الحرارة مال الجهاز والمعالج يشتغل بصورة صحيحة. طبعا حتى التيك توك مثل ما تشاهدون 4 جيجا، راح أنزل للإنستغرام. الإنستغرام عندي مثل تشاهدون 1 و 13 ميجا، فإلا عمله أحذف التطبيق وأرجع. ليش أحذفه وأرجع؟ حتى المستندات والبيانات تجي 300 أو 400، وهذا خطأ من شركة الآيفون. أنا رحت عليهم قالوا هذا خطأ من عندنا، فلازم نعمل سوفتوير كامل للآيفون، وللأسف كل شيء راح ينحذف. فإلا عمله أحذف التطبيق وأرجع. بعد ما حذفته أو رجعته الآن راح أروح أحمله من الأبل ستور، راح ينزل لي انستغرام محدث كامل. بعد ما كمل التحميل ادخل عليه، وهذا حسابي ديار انتر سلاش كيجل ايدي 1 2 3 5 3 5. بعد ادخل على 3 اسطر وادخل على اينشتالونج الاعدادات، راح ياخذني لهذه الصفحه. هذه الصفحه بها عده خيارات، ادخل على هذا الخيار اللي هو كونتنت بريفرنسن، ادخل عليه راح تظهر عندي هذه الصفحه. هنا بوليتيكال كونتنت يعني المحتوى السياسي، تقييد المحتوى السياسي من الأشخاص الذين لا تتابعهم. طبعا هنا أقل من المحتوى اللي راح يوصلك من الأشخاص اللي دي ينشرون بالسياسة، فهذا شيء جدا مهم تعملوه حتى لا تغلطون وتعلقون أي تعليق وممكن حسابكم ينحذف. قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أشير إلى أنه إذا دخلنا على الإعدادات وشفنا المساحة 92 بعد ما كانت 100 وشوية، وهنا نشوف الانستغرام المساحة مالته 400 بعد ما كان 1 جيجا. فطبعا شقد تقللون المساحة شقد الايفون ما تصير به حرارة. والنقطة الثانية حبيت اشير انه الخط المميز اللي دائما تسألوني عليه رجع اشتغل في الستوري، فلو حبينا انه نرسل ستوري بهذا الخط راح ندخل هنا اللي جديد ويانا ونختار اي خط، مثلا مرحبا. شوف شلون راح تنكتب مرحبا وبهالشكل او هالشكل. فبعدها راح ندخل على الخطوط مرحبا ونغير الخط إلى هذا الخط وتسحب فقط مرحبا كيف الحال. شوفوا هذا الخط كان سابقا للأسف يعني توقف، الآن رجع ومثل ما تشاهدون وتنشر ستوري. فهذا حبيت أشرح لكم إياه إنه الخط رجع اشتغل. أتمنى إنه استفادتوا. لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، ساعدوني مثل ما أساعدكم، ومع ألف سلامة.